Presque, on va dire, un an et demi. Bon, je sors le single, hashtag Second Belly. C'est peut-être un style plus jeune, qui parle plus aux jeunes, avec plus de couleurs. L'image, on aime le son, on aime la photo. Donc, la touche artistique qui sort du son et de la photo. C'est pourquoi je chapeaute un peu tous les fronts, pour que la voix de moi sorte de la photo et même de la son. الأعمال الجيدة التي تقدمها أمل زان لم تمنحها حب الجمهور فقط، بل جعلت اسمها الأول على قائمة المشاركات في مهرجانات الموسيقى المحلية والعالمية، وكسبت ثقة صناع الفن من شعراء ملحنين وكتاب. أمل زان دائما ولفتنا بحاجة جديدة، سي لا شونتوز اللي نقدر نقولوا قدرت تقدم ستيل مختلف وقدرت تكمل فيه. دونك بالنسبه ليا انا اكزومبل امل زان بالنسبه ليا ومثال لمسيره فنيه تشرف كيما تاعها. فيديو كليب جديد جو تروف فريمون انتريسون اي دو كاليتي توجور دونك امل ولفتنا لا كاليتي في لي برودكسيون تاعها كسا سوا في لي كليب ولا في لي شونسون اي اون روتروف سا ايغالمون في لو ديرني كليب تاعها. سي اون ارتيست فريمون يعني كفنانه جزائريه عندها صوت رائع. الكليب تاعها كاع شابين لي البوم تاعها الله يبارك يعني انا جلادمير بوكو. من التاليف الى الغناء والاخراج تتارجح امل زان بذكاء، وساكن قلبي اول صفحه من البوم فني كامل سترفع به زان التحدي من جديد.